بسم الله الرحمن الرحيم. ليتنا كنا معهم، والله انه لمشهد من احلى المشاهد واجلها. ليتنا كنا معهم، ليتنا كنا معهم فنقول صوتا عظيما. رايت النبي يبكي، راى النبي صلى الله عليه وسلم في منام وكان حزينا بابيه وامي، فقال للرجل: قل لامتي، قل لامتي وقل لاتباعي، اليس لي حق عليهم ان يكفوني بانفسهم؟ اليس لي حق عليهم ان يكفوني بانفسهم؟ قل لأمتي. رأيت النبي يبكي، نشهد الله، نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا أموالنا وأهلنا والناس أجمعين، ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ولذيذ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في أبي أنت وأمي يا رسول الله. اسمع وقل لأولئك الذين يقولون: لماذا تقاطعونهم؟ كيف تطيبوا أنفسكم أن تأكلوا طعاما أو تشربوا شرابا؟ كيف تطيبوا أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا؟ الشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله، فتبا لكم ولبطونكم، والله لا نذوقها أبدا ما حينا، والله لا نذوقها أبدا ما حينا، حتى نلقى حبيبنا على الحوض وسنرى من يرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. سنرى من الذي سيرد عن حوضه في ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. نشهد الله، وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين، ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ولذيذ. ولقد اتصل علي أحد الثقات الذي أعرفه تمام المعرفة، اتصل علي باكيا شاكيا وقال: جاءني شيخ كبير، أعرف صلاحه وتقواه ولا نزكي على الله أحدا، وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام وكان حزينا بأبيه وأمي، فقال للرجل: قل لأمتي، وقل لأتباعي، أليس لي حق عليهم أن يفدوني بأنفسهم؟ أما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أما قال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار
من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.